صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين إن شاء الله.